صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. وصبح عليك يا كريم مرة تانية، وعليك يا نهاوند مرة تانية بقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الجديد 2021. إن شاء الله يبقى عام جديد مليان بالتفاؤل والبطولات زي ما عودنا النادي الأهلي العظيم. كمان بتمنى لكل جماهير النادي الأهلي عام جديد يعني يفتخروا بيه إن هم بيشجعوا نادي عريق زي ده، لأن على الرغم من أن عام 2020 يعني لم يكن عام سهلا على كل المستويات وعلى كل يعني البلاد، ولكن تحديدا استطاع النادي الأهلي أن هو يجعل من عام 2020 عام بطولات وعام إنجازات، طبعا بتحقيق الثلاثية وكمان على مستوى الألعاب الأخرى بتحقيق الإنجازات والبطولات التاريخية. طبعا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة هيكون معانا عدة منشطات في الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد، وأهمها أو أولها من موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة بيعلن اليوم قراراته في أزمة تفشي كورونا بمنتخب الشباب. الحقيقة إن أزمة منتخب الشباب في بعثة تونس يعني لم يتم غلق الملف حتى الآن أو الأزمة حتى الآن. اليوم اتحاد الكرة أو اللجنة الثلاثية هتعلن أهم القرارات وأهم المستجدات في اجتماع هيقام بمقر اتحاد الكرة. كمان ده بعد ما أعلن الاتحاد يعني تقرير أو لجنة تقصي الحقائق يوم الخميس الماضي، وكمان طلع فيه عدة نقاط أهمها إن يعني أزمة منتخب الشباب وانتشار فيروس كورونا بين صفوف البعثة في تونس. تضمن التقرير يعني تحميل الدكتور وليد منظور طبيب المنتخب المسؤولية كاملة وكل أوجه القصور الطبي، بداية من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات، وكمان عدم يعني تطبيق التباعد الاجتماعي. كمان حمل المسؤولية يعني تقرير لجنة تقصي الحقائق باتحاد الكرة حمل المسؤولية للدكتور جمال محمد علي رئيس البعثة مسؤولية القصور الإداري، وكمان المدير الفني كابتن ربيع ياسين المدير الفني قبل تقديم استقالته. حمله كمان ان هو فشل في السيطرة على لاعبي منتخب الشباب رغم صغر سن جميع المشاركين في المنتخب. علق ربيع ياسين على كل هذه الاتهامات قائلا الحمد لله ان هي جت على قد كده وكلها حاجات بسيطه، وتابع سأرد على كل ما جاء بالتقرير في الوقت المناسب وامتلك العديد من البراهين والادله على براءتي من كل الاتهامات التي طالتني مؤخرا. من موقع الإمارات اليوم، فيفا بيختار طاقم تحكيم إماراتيا للمشاركة في مونديال الأندية. اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طاقم تحكيم دولي إماراتي للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية، واللي هتقام في الفترة بداية من 1 وحتى 11 من فبراير 2021. كمان أصدر اتحاد كرة القدم الإماراتي في بيان صحفي أن الطاقم بيضم كلا من محمد عبد الله حكم ساحة والحكمين المساعدين محمد أحمد وحسن المهري. وكمان أضاف التقرير من موقع الإماراتي اليوم أن الطاقم أو هذا الطاقم الدولي الإماراتي قد شارك وحضر في مونديال روسيا 2018 وشارك في إدارة عدد من المباريات أهمها مباراة فرنسا وبيرو. من صحيفة الرؤية الإماراتية، ريال بيقفز للصدارة مؤقتا بثنائية في سيلتا فيجو. استعاد ريال مدريد توازنه سريعا في الليجا كما أكد تقرير صحيفة الرؤية الإماراتية بانتصار مستحق عاد له الصدارة ولو بشكل مؤقت بهدفين دون رد أمام ضيف سيلتا فيجو في المباراة التي احتضنها ملعب ألفيدو دي ستيفانو أمس السبت ضمن الجولة 17 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. كمان أضاف التقرير أن سجل الفريق الملكي هدف في كل شوط حيث افتتح له لوكس فاسكيز مسلسل التسجيل مبكرا في الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة السادسة، وبالمثل وبعد 8 دقائق من الشوط الثاني من المباراة واصل فاسكيز. والحقيقة أن صحيفة الرؤية الإماراتية يعني وصفت يعني صناعة الهدف الخاص بفاسكيز أنه هو
مواصلة هداياه مع بداية العام الجديد، ولكن هذه المرة بصناعة الهدف الثاني بتوقيع ماركو أسانسيو. كمان أضاف التقرير أنه بهذا بيعود الفريق يعني الفرنسي زيد الدين زيدان سريعا لسكة الانتصارات بعد تعثر الجولة الماضية بالتعادل بهدف أمام ألتشي، وهي النتيجة التي أوقفت سلسلة انتصاراته على مدار 5 جولات، ورفع الفوز رصيد حامل اللقب للنقطة 36 ليقتنص الصدارة مؤقتا من جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي سيحل ضيفا اليوم الأحد على دي بورتيفو ألافيس، وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند 23 نقطة. من روسيا اليوم، رونالدو أول شخص في العالم بيصل عدد متابعيه على إنستغرام إلى 250,000 متابع، يعني أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أول شخص بيصل عدد متابعيه إلى 250,000 متابع، بحيث أنه هو بيتابعه 250 مليون شخص على حسابه الشخصي على إنستغرام. وفي نطاق يعني الساحرة المستديرة، بعديه في المركز الثاني بيأتي طبعا الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ب 174 مليون شخص، وبيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين يصل إلى 144 مليون شخص على حسابه الشخصي على إنستغرام. أخيرا عايزين نفكر مشاهدينا قبل نهاية جولتنا الصحفية بمباريات اليوم في الدوري المصري، مصر المقصة والإسماعيلي في تمام الساعة 7:30 مساء، كمان في الدوري الإنجليزي نيوكاسل وليستر سيتي في تمام الساعة 4:15 مساء، تشيلسي ومانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء، كمان في الدوري الإسباني أتلتيك بلباو وألتشي في تمام الساعة 3:00 مساء، كمان ألافيس وأتلتيكو مدريد في الساعة 5:15 مساء، كمان ريال سوسياد وأوساسونا في تمام الساعة 7:30 مساء، كمان إيبار وغرناطة في تمام الساعة 7:30 مساء، ويعني أخيرا واسكا وبرشلونة في تمام الساعة 10:00 مساء. من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، دي كانت جولة لأهم العناوين الصحفية الصادرة صباح اليوم الأحد. بشكركم جدا، كل سنة طيبين مرة أخرى وعام جديد إن شاء الله، العودة للاستوديو مرة أخرى. كل سنة وانت طيبة يا مريم، واحنا اللي بنشكرك شكرا جزيلا على التغطية الرائعة دي. واضح ان النهاردة اليوم حافل بالمباريات المهمة. صحيح.